الحلبوسي والسوداني صراع على حساب المحافظات. خلينا نتخيل سوية هذا المشهد، وهناك ويوقف رئيس الوزراء ويقول راح أدير الأنبار بصفة محافظ من موقع أدنى. قف وتأمل الموقف. واليوم اللي تلا هذا الخبر يجتمع السوداني بوجهاء الأنبار المعارضين للحلبوسي الصبح، ويرفع بنفس الوقت طعن بالموازنة، أو بالأحرى ب 12 مادة بالموازنة، واحدة من هذه المواد بصلاحيات المحافظين بالتعاقد بمحافظاتهم. السوداني يقول مو هاي، هاي مو الموازنة اللي أرسلتها للبرلمان الحلبوسي لعب لعبته وغير بيها وحرف وتجاوز سلطته وتصرف. هيك يقول السوداني، ولا سبيل إلا القضاء بمشاريع المحافظات. لا عزاء، هسه شلون ما شلون دخل النائب الكزنزاني على الخط، وموضوع صفقة القرن شلون انخبط ويا موضوع الصلاحيات وفضيحة سرقة رواتب المتقاعدين بالأنبار وبطاقات الماستر كارد المزورة. كل هذه الأمور شطببها بمشكلة الصلاحيات. هذه مسألة بحاجة لصفنا طويلة جدا، بس الواضح اكو صراع شرس بالأنبار وعلى المناصب بالأنبار وعلى الكعكة بالأنبار. بس يا أخوان البوصلة بها أربع اتجاهات، حرام كلها نختزلها باتجاه واحد. الأنبار اللي تتقاسمها الأحزاب، مو البصرة اللي لم تستلم قرابة 10 مليار دولار حقها من 2006 للبترودولار، ولحد الآن 5% من إنتاجها النفطي. وإذا كان السيد السوداني قادر على قيادة المحافظات من موقع أدنى، خلي يدير المحافظات الشمالية اللي ترفض الانصياع للقرار الاتحادي، وخصوصا أربيل فيما يتعلق بمواصلة تصدير النفط أو السيطرة على المنافذ والمطارات. لا مو هيك يا رئيس الوزراء، ولا هيك يا رئيس البرلمان. مصير خلافاتكم تتفسر بؤس وشؤم على محافظات لم ترصدوا لها عمليا سوى تريليونين ونصف التريليون من موازنة قوامها تقريبا 197 تريليون دينار. دائما نقول لكم أحبتنا الأعزاء، لا تروحون بعيد، تعالوا هنا مصدر الحقيقة الوحيد، هنا تلقون الدقة والأمانة والكلام الذي لا يجرؤ أحد على ذكره، خصوصا إذا ما كان عندك مصلحة مع أي طرف غير المصلحة العامة. موضوعنا اليوم مثير وخطير وكبير. موضوعنا موضوع انقلاب الموازنة، يجوز نسميه هيك، أو حرب الأضداد، أو لعبة علي وعلى أعدائي بين الحلبوسي والسوداني، أو ممكن نسميها صراع الرئاسات من درد المحافظات، ولا شو يسموها بعد ما أقرت الموازنة ونشرت وانتشرت وانتشت ونشنشت. عادت الحكومة فاعترضت وعارضت. نحن في بلد تنقلب به الأدوار يا سادة، فالحكومة تعارض والبرلمان ينفذ. لا السلطة التشريعية التزمت بحدود واجبها، ولا الحكومة قدرت حقيقة دورها. إنها نهاية العالم يا سادة. هنا نجي على ربطة بدايتها نقطة، ومنها ومنها تفرعت كل التفاصيل. المشكلة مين بدت؟ من الأنبار. احسموها بالأنبار، لا تخلوها تتشعب. ظلم للمحافظات اللي تعرف جيدا ما تحتاج. وجربنا منح الصلاحيات للوزراء من 2003 ولحد الآن لم نستلم سوى المحاصصة والموارد الحكومية التي تستنزفها اللجان الاقتصادية للأحزاب. وش وقت ما تقضي على المحاصصة بالوزارات وما تتحول الوزارات إلى دكاكين لتمويل هذه الكتلة أو تلك، ذاك الوقت لكل حادث حديث. أما الآن فخلوا المحافظات تشتغل لطفاً.